بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back again. Your teacher today is Mr. محمود سعدون. Unit 4, Lesson 4. Congruent of two geometric shapes. Congruent, انت بتتكلم على زي التوينز كده, زي الاولاد اللي بيبقوا توائم. اول حاجة خالص عشان يوصل الconcept بتاعتنا او الdefinition, بيقولك practice. Practice عايز تعمل ايه؟ بيقولك هات square, يكون square مرسوم كويس, وابدأ ان انت اقطعه, cut it to congruent triangles. congruent لو انت قطعته كده بالظبط من النص هيطلع لك two triangles, ولاحظ ان الاتنين دولت هيبقوا قد بعض بالظبط. لو انت راسم السكوير كويس وقصه مظبوط هتلاقيهم كلهم قد بعض, يعني هتلاقي ان الحتة دي شبه الحتة دي اللي هو السايد ده, وده قد ده وده قد ده. طيب زي بالظبط لو انت بقى بتتكلم على اي بوليجون, يعني اي شكل عامة موجودة عندنا, او جبت ورقتين وقمت حطتهم فوق بعض وقمت جايب الكتر عندك وقمت قاصص على اي شكل وليكن بنتاجون اللي هو الشكل الخماسي اللي قدامنا دوت, هتلاقي ان two shapes are congruent, يعني الاتنين دولت شبه بعض بالظبط. يعني هتلاقي ان الجزء ده شبه ده والجزء ده شبه ده والجزء ده قد ده وده زيه, واخر واحد هيطلع شبهه, هيبقى same shape and same size, يعني same shape نفس الشكل, same size نفس الحجم بتاعنا او المقاس بتاعنا. طب تعالوا let's start our lesson. اول حاجة عندك خالص بيقول لك congruent shapes are the same shape and size, يعني بيقول لك لازم يكون نفس الحجم والشكل. يعني انا لو انا عملت circle زي دي كده لازم تكون قدها بالظبط. لو قصيت الاتنين دول وحطيتهم فوق بعض هيبقوا قد بعض بالظبط. طب ده على شكل معين؟ لا, اي geometric shape, يعني اي شكل هندسي عندك ممكن يكون ليه واحد تاني congruent زيه بالظبط, بس الشرط ان اول حاجه same shape نفس الشكل ونفس المقاس او الحجم بتاعك. طيب الهكساجون بتاعنا, انا ممكن ارسم 3 hexagons همت, يعني اللي هو الشكل السداسي, اقوم هتلاقي same shape نفس الشكل ونفس الحجم. يعني لو قصيت دولت مع بعض كده اهو هتلاقيهم قد بعض بالظبط. طيب الشكل لو انعكس كده, يعني الكوادريلاترال ده اللي هو الشكل الرباعي دوت, لو انا عكسته خليته بالمنظر اللي قدامك ده يبقى not congruent, مش congruent, لا هيبقى congruent. ايه الشرط بتاعك؟ same shape, هو نفس الشكل ونفس الحجم, انا هجيبه كده والفه واحطه فوقيه هتلاقيه نفس الحجم بتاعك بالظبط. تعالوا نشوف, بيقول لك examples of congruent بنشوفها كتير في حياتنا. اول حاجه عندك بيقول لك الدايس, اي تو دايس اللي انت بتلعب بيهم اللي هو بيسموه بالعربي ظهر الطاوله, يعني اللي بيلعبوا بيه الطاوله والسلم والتعبان وهكذا. بيقول لك the tires اللي هي كاوتشات العربيه لازم يكون الفور تايرز ار congruent. عندك بقى الوول اللي هو الطوب بتاع الحيطه بتاعك, والفور فلور تايلز اللي هو البلاط بتاع الارضيه, لازم يكونوا كلهم شبه بعض. فبيقول لك we see congruent shapes every day, بنشوفهم في حياتنا اللي هو brick walls, floor tiles and tires and dice, يعني كل الحاجات دي كلها احنا بنشوفها في حياتنا, انت بتشوفهم فبتلاقيهم كلهم are congruent, كلهم قد بعض شكل وحجم. ايه تاني موجود معانا؟ بيقول لك اهوت, يعني انا لو انا جيت عندي التايرز اللي انت بتشوفها اللي هي الكاوتشات اللي انت بتشوفها اللي هي congruent بتشوفها, بيقول لك the tires are same size and shape, نفس الشكل ونفس الحجم بتاعك, يعني هتلاقيه نفس المقاس. ما ينفعش هتلاقي كار عندك فيه عندك two tires بحجم والتانيين بحجم تاني, لازم يكونوا الفور tires are equal, يعني كلهم يكونوا قد بعض حجما وشكلا. تعال بقى نشوف الكلام ده عن geometric figures بتاعتنا. بيقولك عشان الشكل يكون congruent شيب, تعال نشوف لو عندنا تريانجل. التريانجل ده هو عمل لك اللاين اللي من بره ده عشان يقول لك ان ده هو ده بالظبط. وبيقول ايه؟ congruent
means having the same measure, يعني نفس القياس. Figures are congruent if they have the same shape and size, نفس الحجم ونفس الشكل. يعني مقاسهم قد بعضه وشكلهم شبه بعضه. ممكن يكون مقاس بس شكل تاني لا ما ينفعش. يعني ده تريانجل ده تريانجل, ده سكوير ده سكوير مثلا, ريكتانجل اند انذر ريكتانجل. زينك السون بيقول لحضرتك ده هيبين معانا اهو. The shapes which are not congruent, not congruent or non-congruent, يعني اللي مش شبه بعض. طبعا مثلا انت ملون لي الاثنين بالبلو كده هوت, يعني انا ممكن ابص عليهم واقول ان هما الاثنين congruent؟ لا, انت اول حاجة بيقول لك shapes that are that look the same but are different sizes, يعني مش قد بعض في الحجم. انت لو بصيت لي ده كده, هل ده شبه ده؟ يعني اللينس ده قد ده؟ لا طبعا, يبقى they are not congruent. طبعا مستر ده هو لونهم واحد؟ لا, هو ده اصلا ممكن يكون ريكتانجل, بس ريكتانجل ده اطول من ده, بس مش شبه صاحبنا ده خالص. طيب يبقى بنقول عليه not congruent. طب بيقول لك الكونجروينت ده برضه عشان يوصل الكونسبت ممكن يكونوا حاجتين كونجروينت بس ديفرنت كولر, يعني الكولر بتاعنا مختلف. لو الاثنين شبه بعض بالظبط, same size and same shape, بس اللون مختلف, يبقى كونجروينت. shapes that looks the same but are different sizes are not congruent. طب دول different sizes؟ لا, دول مقاسهم قد بعض بالظبط. يبقى the shape can be different colors, ممكن يكون لونهم مختلف, but they must have the exact the same size and shape, نفس الشكل ونفس الحجم. لكن لو اللون اختلف برضو they are congruent, يعني الاثنين شبه بعض بالايه بالظبط. بيقول لك بقى notes, يعني ان انت ملاحظات لازم تاخدها كده في حياتك. اللي بيقول لك sometimes you will see shapes rotated or turned, يعني انعكست او لفت. يعني ايه؟ يعني انا جبت ده كده وانت عكسه, هل ده معناها ان هو not congruent؟ لا طبعا, انا قلت عندي شرط ان هو same shape نفس الشكل, same size نفس الحجم. لو جبت ده كده وانت لفه وانت حطه فوق البلو دوت هيطلع شبهه بالظبط. طب لفيته زي ده كده هل هيبقى not congruent؟ انا مش قلت شرط ان الاتنين يبقوا موجودين كده اهو شبه بعض بالظبط. لا, انا لو لفيته او عكسته الاثنين يطلعوا شبه بعض برضه. نفس الكلام بالنسبه للهكساجون, بيقول لك they are still congruent shapes, يعني بيفضلوا برضه حتى لو لفيته او عكسته يفضلوا برضه are congruent. نفس الكلام بالنسبه للهكساجونز دي, لفت اتعكست بس نفس الشكل ونفس الحجم. خد بالك وجايبها لك different color, يعني الوان مختلفه, ما يفرقش معايا في حاجه, اهم حاجه الشكل والحجم اللي هو shape and size. بعد كده هوت هنشوف في كتاب المدرسه بتاعنا بيقول لك identify the two congruent figures and color them using the same colors, يعني بيقول لك شوف الشكلين اللي عندك اللي are congruent. انت كده عندك 3 figures, مين عندك اللي هيكون two congruent shapes لو انت شاطر؟ first and second, second and third, or first and third. Excellent. First and third, الاولاني والاخير. اشمعنى اللي في النص هنا اهو, بص كده عليهم هتلاقيهم مختلفين, لكن مين اللي شبه بعض؟ الاول والاخير. طب عايزين نلونهم, طبعا انت هنقول بقى ان هو دوت شبه ده, وانت لو انت في السكول بوك بتاعك هتبدا ان انت تلونهم بنفس the same color. يبقى صاحبنا مين اللي are not congruent اللي في النص ده؟ ده اللي not congruent معه. الاثنين دولت هما اللي congruent. One and three. The next question عندك بيقول لك there are two congruent figures among the following figures. Find them and put true inside each one. مين اللي عندك في الأشكال اللي قدامك دي كلها are congruent؟ طب بص كده عندك, هل في triangle تاني؟ في تريانجل تاني كونجروينت معاه؟ لا, يبقى ده مش معانا. طب هل في سكوير تاني؟ يعني في سكوير تاني شبهه ذا سيم شيب اند سايز؟ لا, يبقى ده برضو مش معانا.
طب الشكل ده الاخير ده اللي هو الكوادريلاترال وبعد كده في سنه رابعه ان شاء الله هتعرف ان هو اسمه ترابيزيان معانا. لا يبقى مين التو كونجروينت ده اللي هو البنتاجون ده والبنتاجون ده ممكن بقى ايه تلونهم تخليهم نفس اللون ذا سيم كلر معانا. بعد كده بيقول لك كلر ايتش تو كونجروينت فيجرز ان ذا سيم كلر. طيب مين عندك اللي تو كونجروينت؟ اول حاجه تريانجل ده نديله 1 والتريانجل ده. طب مستر ده لف يا مستر روتيتد اورتيرنال يعني احنا قلنا لو لف او اتعكس هو برضو ذا سيم شيب اند سايدز يبقى الاثنين كونجروينت يبقى ده مع ده. طب والريكتانجل اللي هو ده اللي هو 2 ده مين الكونجروينت بتاعه؟ اكسلنت ده. واخر واحد عندك الكوادريليترال برضو اللي هو الشكل دوت مين اخوه ده بالظبط. ممكن بقى ان انا اعمل لهم ماتش والونهم كل تو بذا سيم كلر. اخر كويستشن معانا بيقول لك تو اوف ذيز بوليجونز ار كونجروينت بوت ترو انسايد ذا كونجروينت بوليجونز. طب تعالى كده نبص احنا قلنا لازم ذا سيم شيب اند سايز هيبقى عندنا اول ولا ثاني ثاني ولا ثالث اول ولا ثالث اللي هو الفيرست سكند فيرست ثيرد ولا سكند ثيرد. هتلاقي عندك كده هوت انا لو بصيت على اول وتاني واحد هتلاقيهم شبه بعض بس تعالى كده نبص على الاخير هتلاقي ان الاخير اكبر شويه يعني الاخير ده كبير اطول منهم يبقى ده مش معانا. مين اللي شبهه؟ فيرست اند سكند الاولاني والايه والثاني. وبكده نكون وصلنا تو ذا اند اوف اور ليسون توداي. تنساش تعمل لايك شير اند سبسكرايب الحلقة بتاعتنا. Thank you for all and good.